بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث اليوم عن الدارة الكهربائية البسيطة. الدارة الكهربائية البسيطة تتكون من بطارية وأسلاك توصيل ومصباح كهربائي وقاعدة ومفتاح كهربائي. وعندنا إحنا اليوم أخذنا كيف نرسم الدارة البسيطة بالرموز وبالأشكال. هي مرسومة بالرموز. هاي المصباح رمزه إيش؟ وهي أسلاك رمزها الأصفر. وهي المفتاح. وهي البطارية. أما في الأشكال هاي المفتاح المصباح وهو مضيء، وهي البطارية، وهي الأسلاك الموصلة، وهي المفتاح. ما سبب إضاءة المصباح الكهربائي؟ سريان التيار الكهربائي بين قطبي البطارية. يعني كيف؟ يعني لما هل هذا